نعم، لهذا القرار أكثر من جانب وأكثر من ارتداد. أولا تعاطي المفوضية الأوروبية بهذا المبلغ، رغم أننا نتحدث عن 400 مليون يورو، يعني بالتالي هي تقريبا نصف فاتورة الرواتب الشهرية للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن المبدأ بأن تتعاطى المفوضية الأوروبية بهذا الدعم هو ردا على محاولات الاحتلال الإسرائيلي والدعاية ومحاولة الشيطنة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي تجفيف منابع أي دعم للشعب الفلسطيني. نحن نتحدث عن حالة خطيرة جدا في الضفة الغربية، عدا عن المجازر والإبادة الجماعية في قطاع غزة، نحن نتحدث عن نحو 200 ألف عامل، وبالتالي 200 ألف أسرة فلسطينية محرومة منذ 9 شهور من أي دخل مادي نتيجة منع العمال الفلسطينيين للعمل بالداخل، بالإضافة إلى أنه أيضا من فترة طويلة يتقاضى الموظف في السلطة الوطنية الفلسطينية نسبيا نصف الراتب، وبالتالي الحالة الاقتصادية صعبة جدا جدا. هذا كله في مجال ومضمار محاولة دفع الفلسطيني إلى الهجرة، وبالتالي يعني تجفيف إمكانية الصمود وعوامل الصمود على الأرض الفلسطينية، بجانب هو بالتأكيد يعني اختراق في المجال السياسي لمحاولة تجنيد منظومة الاحتلال الإسرائيلي للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية للاصطفاف بجانبها، بالإضافة إلى الرؤية الأخرى بأن يكون هنالك فعلا بقاء على عمل المؤسسة الدولية منها الأونروا، وتحديدا لأنه الاحتلال الإسرائيلي بداعي يعني يرفع شعار تصفية حماس، ولكنه على أرض الواقع هو يعمل على تصفية القضية الفلسطينية، وإلا ما علاقة تصفية الأونروا، ما علاقة تصفية الجامعات، المدارس، المستشفيات، البنية التحتية، الصحفيين، المؤسسات الإعلامية؟ إذن ما هي إلا شعارات ويافطات يرفعها الاحتلال الإسرائيلي بجانب أهداف معلنة، ولكن الأهداف الحقيقية هي تصفية الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية.